تفكر فيه، لا عن جالس مسوي بحياتك، لا انسان طيب، لا صادق، لا شريف. فشنو اللي تحس نفسك بيه فخر؟ عندك عار مثل عار المطي، بس المطي الفرق ان المطي ما 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 يفتخر بعاره، ان انت ما ما ما, ما صدق عندك عار. ما افهم، ما صدق يعني؟ يعني هسه الطبيعه الام ذا تكفختك على عيرك وبعد ما يمشي وصار عاطل عن العمل ذاك الوقت شو تسوي؟ اوكي.